الحقيقة أشعر بأن بداخلي فورا وأشياء كثيرة وكأني أريد أن أفجرها لحظة واحدة وقبل الترحيب بكم. اسمحوا لي. العنوان كيف كتلاحظوا من خلال عنوان الندوة هي مكافحة الفساد ورهان التخليق في منظومة العدالة. كيف قلت قبيلة بأنه هذا الموضوع يكتسب بالنسبة لنا احنا كمجلس وكنقيب وكهيئة محامي الرباط أهمية قصوى، معتبر أن مكافحة الفساد هو رهان كبير جدا. سنساهم في بقدر الإمكان وبكل ما نملك من قوة في محاربة الفساد في التخليق، لأنه التخليق هو الجسر الأساس نحو كل إصلاح محتمل. لا يمكن أن نتحدث عن الإصلاح بدون عبور عبر جسر التخليق ومحاربة الفساد، وبالتالي هذه الندوة هي منطلق لندوات مستقبلية لورشات ولعمل ميداني يرمي إلى المساهمة في تخليق منظومة العدالة، ونعتبر والمسؤولية تفرض علينا أن ننطلق من حيث نحن موجودون، يعني بمعنى أن بيتنا الداخلي سنوليه كل الاهتمام لنعطي صورة أخرى عن المحاماة وعن هيئة المحامين وعن المحامين بالرباط. نحن في حاجة إلى إصلاح صورتنا، إلى تلميعة، إلى رد الاعتبار للممارسة المهنية، إلى مصالحة مع المجتمع، مصالحة مع المحيط. هذه مسؤولية أخلاقية كنتمنى من الله عز وجل أنه يعاوننا على تحملها، وشكرا لكم. شي ندوات موضوعاتية وورشات والنزول إلى الميدان والتعامل معه من خلال مؤسستنا المهنية هو دفاع عن المحامين والمحاميات الشرفاء أولا، وكل صمت هو بمثابة تواطؤ ضد هؤلاء. فساد في منظومة العدالة والرشوة أيضا لم يعد سرا، بل أصبحت كل التقارير تتحدث عنه والمجتمع يتحدث عن الموضوع، وبالتالي فالرهان الأساسي هو الرهان على سلطة قضائية ناجعة ومستقلة ونزيهة تلعب دورها في تخليق الحياة العامة وفي القطع مع الإفلات من العقاب. ذلك أن اليوم لم يعد المجتمع يقبل أن يرى التمييز في مجال العدالة وفي مجال القانون، بحيث أنه لما تعلق الأمر بنشطاء حقوق الإنسان وبحرية الرأي والتعبير وبالصحافة، نلاحظ كيف أن العدالة تدخل بحزم وبصرامة في هذا الاتجاه، لكن لما يتعلق الأمر بلصوص المال العام وبالمفسدين وبالتصدي للفساد نلاحظ كيف أن العدالة تخرص وبالكاد تتحرك لتحريك بعض المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام وضد المفسدين. ولذلك اليوم الخطر الحقيقي الذي يهدد الدولة والمجتمع هو الفساد والرشوة، ونعلم جميعا على أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة 11 من هذه الاتفاقية تقول على أن السلطة القضائية لها دور حازم وأساسي في مكافحة الفساد، فكيف لهذه السلطة ولمنظومة العدالة ككل بكل مكوناتها كيف يمكن أن تساهم في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وهي بنفسها تعاني من أعطاب ومختلالات ضمنها سيادة الفساد وسيادة الرشوة. ومعلوم أن سيادة الفساد وسيادة الرشوة يعمق الشعور بالتمييز ويعمق الشعور بالظلم ويعمق الشعور باللامساواة، وفي مجتمع يكون فيه القضاء أو السلطة القضائية فاسدا فأكيد أن الناس لن تشعر بالأمان ولن تشعر بالاستقرار، وأيضا رجال الأعمال والمستثمرين لن يشعروا بأن استثماراتهم التي يمكن أن تساهم في إنتاج الثروة والدخل والتنمية سيشعرون بأنه ليس هناك ملاذ، باعتبار أن السلطة القضائية هي ملاذ لحماية الحقوق والحريات. ونعتقد أنه دون إصلاح حقيقي وجوهري وجذري لمنظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء وتوفير الضمانات لرجال ونساء القضاء ولرجال ونساء الدفاع من أجل القيام بأدوارهم في ضمان المحاكمة العادلة
وإحقاق الحق والقانون، فإنه سنكون قد أخلفنا موعدا مع التاريخ وسنؤجل كل الإصلاحات وتقدم بلادنا. طلعت على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي استراتيجية استغربت على أنها تركز على القطاع العام والوسطة العمومية، من الناحية الموضوعية، من الناحية الزمنية، من ناحية تركز فقط على المرافق العامة ولا تشكل خواص، ولا سيما الذين لهم ارتباط مباشر بالتخليق سواء بالمحاماة أو الصحافة أو الجمعيات الحقوقية. وهذا غريب لأنه يبدو على أنها استراتيجية ناقصة وغير متكاملة وغير شاملة. لا يمكن أن نذهب في إطار استراتيجية متكاملة مندمجة تحقق أهدافنا من دون أن نشارك الجميع، ولا سيما القطاع الخاص والمهن الحرة التي توجد في الصفوف الأولى لمحاربة أي ظاهرة مشكلة، لا سيما على المستوى الحقوقي. حتى على مستوى الصياغة ديال الاستراتيجية، هي كلمات فضفاضة، مصطلحات غير واقعية، يظهر منها على أنها استراتيجية تحتكم إلى الجانب النظري البحت، وليس لها أي مقومات لتطبيقها وتنزيلها على المستوى الواقع. ربما بشكل شبيه تقارن الاستراتيجية التي قيل على أنها ستغير وجه المغرب وعلى أنها ستكون مفتاح لتحقيق التطور والنمو.